الأطفال. زهرة الحياة، هدول الأطفال الموجودين كل مكان. يعني إذا أنت متزوج ممكن عندك أولاد، أخوك عنده أولاد، صاحبك عنده أولاد، هاي الأطفال. مين هدول الأطفال؟ قادة المستقبل. ولكن كيف فينا نعامل هالأطفال لعن جد يصيروا قادة؟ أنا صراحة مرات بكون في المول ماشي أو بسمع كيف واحد بيحكي مع ابنه، إشي غريب. يعني في جلسة معتز لما نقعد بنحكي عن الكلمات وتأثيرها على الناس، وبنورجي العلم لوين وصل في الكلمات، كيف بتأثر على الخلايا نفسها بموجات معينة. يكون يسب علي، يا حمار أنت ما بتفهم، أنت كذا، أنت ما بتسمع الكلام. والولد عمره 5 سنين، الولد الصغير بأول عمره من 0 لـ5 سنوات 70 أو 75%، إذا مش أكثر حتى 80% من شخصيته تبلورت وخلصت بهال5 سنين. كيف عم تحكي معه؟ هل عم تحضنه؟ شو عم بتعلمه؟ وين عم بتوديه؟ هل عم تعطيه من وقتك أصلا ولا بس هيك رمي؟ ما نحط اللوم عليهم، لأنه إحنا هذا الولد زي العجينة، إحنا بنسقله كيف ما بدنا. بدك تسقله بالطريقة الفلانية بتسقله، بدك تسقله إنه يكون خواف بتسقله، بدك تسقله يكون شجاع بتسقله، بدك تسقله إنه يكون إنسان تبع علم وكتب، أنت اللي بتتحكم بهالإشي. وصية خاصة أو طلب خاص مني لكل الشباب اللي عندهم أطفال، رجاء كون أراجوز مع أولادك. أراجوز شو يعني؟ أراجوز يعني مهرج. لما يكون ابنك عمره 2 سنين، شو المشكلة إنه يطلع يلعب على ظهرك؟ شو المشكلة إنك تسوي له زي الحصان؟ شو المشكلة إنك تبتسم وتحضن لما تدخل؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دخلوا عليه مرة لقوه بيمشي على 4 والحسن والحسين على ظهره. يا جماعة اصحوا، اتس اوكي، عادي، لا بيجرح كرامتك ولا رجولتك ولا شخصيتك. خليك مع أولادك الشخص المحب، خليك مع أولادك الشخص المهرج. في لحظات معينة بتكون أنت الشخص الحازم، ولكن خليك معاهم، خليك دائما قريب منهم، خليهم يحبوك. لأنه إحنا في زمن هلا الأولاد لما يكبروا هاي الموبايلات والأبليكيشنز والإنترنت واليوتيوب مصيبة. بكرة كيف بدي أقول لك لما تصير معاه مشكلة لازم تكون قريب منه؟ متى بتكون قريب منه؟ في أول 5 6 7 سنين من حياته، قبل ما تخاوي ويصير جنبه. الأولاد 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 الصغار هذول كل إشي. حتى لو شفت ولد أنت مش قريب منك أو مش شغل ابتسم له، حتى لو شفت ولد من قرايبك حاول دائما لما يكون حواليك أطفال كون قدوة لهم، دائما كون قدوة لهم عشان يتطلعوا لك ويتعلموا منك. شو أعمل في هالكلام معتز؟ رقم 1، تأخذ قرار. شو هو القرار؟ إنه كل ما تشوف ولد صغير عندك تأثير عليه تكون قدوة له. رقم 2، إذا عندك أولاد، إذا ما عندك أولاد الحين روح تزوج على السريع وما تضيع وقت، وهذا موضوع ثاني حنحكي فيه. إذا عندك أولاد رجاء 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 أعطيهم وقت، أعطيهم وقت وكون قريب منهم، أعطيهم 3-4 ساعات في اليوم. شو المشكلة؟ لأنه هدول هم رأس مالك بس أنت تكبر، دير بالك عليهم هلأ ليديروا بالهم عليك بعدين. رقم 3، ادرك واعرف انه هذا الطفل اللي انت بتربيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هذا الولد بس يكبر هل بده يزرع ولا بده يكسر؟ قرار قرار. كون السبب لننشر السعادة ونفيد اكبر عدد من الناس.